في البداية قلت انكم حميتوا الثورة، صدقناكم، سامحناكم، قلنا يلا تعالى نبتدي من جديد. ومرت الأيام والشهور والظالم لسه بيتكلم من داخل القصور. تألمت كثيرا ولا أزال مما أتعرض له أنا وأسرتي. والبريء حبستوه، أعمته، أهنته، قتلته، خنقته وخربته بيته وأكل عيشه. عادي، مفيش جديد. بهوات المجلس العسكري وأعوانهم مسكين من 60 سنة أعلى مناصب الدولة وكل محافظات الجمهورية بلا استثناء. مين يا ترى له الخفي اللي بيخرب في مصر؟ كرسي أساسا لا بيطلع ولا بينزل، وزي ما حضرتك شايف كده ما ينفعش يتنظف، ما فيش أدوات الخلع وكده، مصدية خالص.